بدايه كده يا رجاله قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. فيديو النهارده فيديو ان شاء الله جميل وفيديو ممتع في كل حاجه هنعملها ان شاء الله. النهارده هنبص على الزغاليل دي وهنقفل عليها وهنبص على الاسوس ونشوفها عملت ايه. بعد كده هنفتح للشبابات بتاعتنا يا رجاله وهنطيرها. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تنسونا لايك في القناه واشتراك عشان خاطر نوصل لكل جديد. ويلا بينا من غير اي كتير. طبعا يا رجاله هنا اهو الحاليه راقده اهي شكلها ما شاء الله بتحصي او حصت حاجه زي كده. بصوا انا مش عايز بس يقليها شكلها كده بتحصي تمام. طيب وهنا الاستراليات دولك لسه ما حصوش وطبعا زي ما احنا عارفين دول حصوا تمام. فايه نسيبنا من دول. شيماء يا رجاله بسم الله ما شاء الله شيماء جابت الحصوات الثانيه. الدكر طبعا بتاعها رايد على البيض اهو. اللهم صل على النبي يا رجاله زي ما احنا شايفين شيماء جابت الحصويتين. اللهم صل على النبي تمام. يا ابو السباع سبعبع جميل تعالى شيماء 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 خدي ايه تعبانه تعالي تعالي تعالي. طبعا يا رجاله نصبح على شيماء. طبعا انا لسه كلفها برضك اقول لكم تاني يا رجاله الناس اللي بتقول لي بتجي لك عشان جعانه شيماء انا لسه كلفها وكلت. وبصوا فايض كمان عندها ايه بصوا لسه فايض عندها حبه كلفه. فشيماء دي حب كده يعني حاجه كده بتحبك كائن جميل كده بيحبك تمام. احلى احلى صباح عليك يا شيماء واحلى مساء واحلى كل حاجه تمام. الناس اللي بتقول لي انا عايز حمامي يبقى زي شيماء وكده طبعا انا كنت عامل فيديو من 3 4 فيديوهات خش اتفرج عليه هتعرف ازاي تخلي الحمام يوصل للمرحله دي. بس شيماء هي كده لوحديها من غير ما اعمل معاها اي حاجه تمام. والنتايج دي برضك ده شكلها هتحصي تمام. المهم يا رجاله بسم الله ما شاء الله البوازه امك جابوا الزغلولين. وحيات امك اهدى عشان انت مطلع عيني ومش قادر. بسم الله ما شاء الله يا رجاله اهو. اللهم صل على النبي جابوا الحصويتين. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله تمام يا رجاله ما شاء الله. ثانيه بس كده ايه ناخد الحصى ده ناخد الحصى اللي فك ده يا رجاله تمام. بس خلاص خلاص انا برجعهم لك تاني اهو هو كده بس كده يا رجاله ما شاء الله. طبعا بقى هنا هنا طبعا النتايه اهي النتايه اللي احنا حطيناها جنب الدكر كده. ده تالت يوم ليها ده تالت يوم ليها. تعالوا بقى ايه نعمل كده يا رجاله نعمل كده اهو وندخلها الدكر ونشوف ايه اللي هيحصل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده يا رجاله. طيب كده دولك اصل لايقين على بعض واحنا طبعا كنا فادينهم عشان خاطر نجوزهم لبعض. طبعا زي ما قلنا في الفيديو ان احنا نخليهم شايفين بعض كده بابين جنب بعض. فايه هنسيبهم بقى كده مع بعضهم كده جوزناهم. تعالوا بقى دلوقتي نقفل على الزغاليل دي وبعد كده نفتح للشبابات. دلوقتي بقى يا رجاله هنفتح على الشبابات بتاعتنا. ده كده يا رجاله هندخله عشان كده شكله مش قادر يطير. ده كده مش قادر يطير العمال يشقفه. نفتح بقى شبكتنا كده يا رجاله ونسمي الله. فتحنا لهم كده يا رجاله. طبعا الحمام ده بقاله بتاع اسبوع ما اتفتحش تمام. بقالهم اسبوع ما اتفتحش. سيبهم بقى ايه دول كده شويه وتعالوا نبص على ده. يا جدعان ما قدرش يطير العنبايه الشقافه ده ما قدرش يطير فقفلت عليه ودخل اصلا بابه لوحده. بس فنسيبه كده والشباب بتاعتنا يا رجاله. طبعا ايه انا هسيبهم براحتهم
يلفوا بعد كده انزلهم اكلفهم واقفل عليهم عشان خاطر يعني ايه ما اطولش عليهم هم يعملوا اللي هم عايزينه براحتهم. اهمك ما شاء الله. انا بحاول اجيب لكم الزوم على الاخر. رحتوا فين؟ خدوا تعالوا هيجننوني وراهم يا رجاله. خدوا تعالوا. تمام يا رجاله، الناس اللي عماله تقول لي عايزين نشوف حمامك وطاير اهمك ماشي. فايه براحتهم كده على الهادي خالص يطيروا. بعد كده يا رجاله هرجع لكم تاني، هرجع لكم تاني يا رجاله وهم خلاص هيجوا ينزلوا ونقفل عليهم مع بعضينا. انتظروني وارجع لكم تاني. بصوا كده يا رجاله الحمام ابتدى اهو يدور حوالين الغيه. بصوا ابتدى اهو يحزم الغيه يا رجاله. تمام هو كده هيجي ينزل عشان هو طبعا بقول لكم بقاله اسبوع ما اتفتحش، فاكيد يعني هيطلع ضعيف مش هيجي غير ما بيتفتح كل يوم. تمام هما كده ايه شغالين حوالين الغيه. الله اكبر. هما 9 دول دلوقتي يا رجاله، وطبعا العنبري شقافه احنا قفلنا عليه. تمام فاللهم صل على النبي كده ربنا يسهل بس ايه ينزلوا على خير عشان نقفل عليهم وربنا كريم. تمام فهم بيبصوا عمالين يعلوا وينزلوا، فاما يجوا بقى خلاص نازلين هرجع لكم تاني. بس انا بس حبيت اوريكم بس منظرهم كده يا رجاله، حبيت اوريكم منظرهم هم ايه بيلفوا حوالين الغيه هنا كده، فالدنيا جميله يعني. ورساله لكل واحد يا رجاله بيقعد يقول الحمام بيركن بيركن. بص مفيش حاجه اسمها يعني ايه الحمام بيركن. هو الحمام بيركن بيبقى اخطاء من غاوي وحاجات كتير، بس انا بص زي ما انتم شايفين والله يعني الدنيا بردك حواليا ايه صعبه قوي، والحمد لله عملنا حمامتين. فهي بالصبر والله. في ناس مكانها يعني بصوا صعب عن مكاني قوي، في ناس مكانها صعب عن مكاني قوي وبينشوا منه بين عماير والله. والحمام بصوا هيجي ينزل اهو، خليكم بقى معايا بالمره. هو كده كده خلاص جاي ينزل اهو. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بس ايه اللي فزعكم؟ اكيد العربيات اللي تحت اكيد. بص يا رجاله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه يا عم العصفوره هتاخد معاهم؟ ايه تيافه معاهم العصفوره؟ تعالوا يلا تعالوا يلا. بسم الله ما شاء الله كده يا رجاله زي ما احنا شايفين. الله اكبر. تعالوا بس ايه اللي مخوفكم؟ كنتوا نازلين كلاكسات والله يا رجاله ما شاء الله. يلا تعالوا تعالوا اه ما تتكسفوش زي بيتكم. في حبه طايرين هناك امك يا رجاله. تمام حبه طايرين هناك امك والله. الحبه دول انا مش عارف بتوع مين ولا تبع مين، دايما اشوفهم بس هم شكلهم تبع العماره الكبيره اللي في وشنا دي. الحمام جاي اهو يا رجاله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بصوا والله لقطة جميلة جدا ما شاء الله. اه يا رجالة زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. نايس الكريزلي هيجي يحط دلوقتي. تعالى بس يا باشا انت خايف ليه؟ الكريزلي راح فين؟ هما كده 2 4 6 8. نايس الكريزلي اهو يا رجالة. نايس الكريزلي اهو هيجي يرمي نفسه ان شاء الله. اللهم صل على النبي. كده اهو اهم حاجه حمامه كان ما ينزل حتى لو قليل عده 2 4 6 8 9. بصوا الحمام بصوا بقى انا عايز اوريكم حاجه. بصوا بقى اللقطه دي حب الكلفه على الارضيه الحمام كله نزل. يلا انزل يلا انزل انت اهو. يلا ولا ولا انزلوا ما تتكسفوش. اتفضلوا اكل على مقص. الجماعه الابيض قام يا جدعان ولا ما قامش؟ وراح فين؟ انا مش عايز بقى ايه عشان دول ما يقوموش تاني. هو شكله قام. اه قام اهو يا جدعان هيجي يحط دلوقتي. طيب نطلع له كده الحمام. ما هو جه حط اهو يا رجاله.
طيب يلا. يلا تحت. اهو نزل اهو يا جدعان الجماعة الابيض. بس كده التسعة بتوعنا ونقوم عاملين كده اهو. بسم الله. قفلنا عليهم الشبكة يا رجالة. تمام. تمام. وده كده يا رجالة الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. فيديو حلو، فيديو جميل، فيديو ممتع. فرجناكم على الحمام جولة كده بسيطة. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.